السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصح فطوركم. حلقة جديدة من برنامجكم شارك، وحلقتنا الليلة تأتي بعد انتصارات كبيرة لقوات الجيش الليبي، قوات بركان الغضب، على ميليشيات خليفة حفتر. بالتالي سؤال حلقتنا لهذه الليلة: ماذا بعد تحرير الوطية وإعلان مجرم الحرب حفتر انسحاب أو بداية انسحاب ميليشياته؟ طبعا يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف اللي حتظهر تباعا على الشاشة، وهي 021-33-47-401، كذلك 021-33-47-402 و 021-33-47-403. وأيضا يمكنكم الاتصال عبر الفايبر على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة، وهي 094-466-56-80، وعلى الرقم 094-466-56-81. هذه أرقام الفايبر. زي ما قلنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، تم تحرير قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية من سيطرة ميليشيات خليفة حفتر، وسيطرت عليها الآن قوات بركان الغضب. توالت بعدها الانهيارات في صفوف هذه الميليشيات المعتدية في محاور جنوب العاصمة طرابلس وترهونة، وبدأت بعض البلدات والمدن في إعلان ولائها لحكومة الوفاق الوطني ولقوات بركان الغضب، وسلم أعيان بعض هذه المدن مدنهم لقوات بركان الغضب بعد انسحاب ميليشيات خليفة حفتر منها بدر، تيجي، هذه المدن اللي هي أسفل الجبل الغربي. كذلك هناك بيان صدر عن مشايخ وأعيان الأصابع، إلا أن بعض مرتزقة خليفة حفتر أبوا إلا أن تكون هناك معركة لتحرير مدينة الأصابع، وقريبا سنسمع بتحرير هذه المدينة. كذلك صدر بيان من مزدة أعلن فيها الولاء لقوات بركان الغضب وتسليم المدينة لهذه القوات. أخبار مبشرة طبعا، ناهيك عن تدمير أو سلسلة تدمير منظومة البانسر الروسية الصنع المتطورة للدفاع الجوي، وكثير من هذه المواضيع إن شاء الله تكون معنا في حلقة الليلة. نبدو أول اتصال من علي من مصراتة. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. تفضل. نحب نقول الحمد لله أن دماء شهدائنا ما شفتش هباء، دماءهم قرامطة دائما تكبوا في مصراتها، مشت هباء منثورة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحسن حاجة في حلقة اليوم يا علي أن ما فيش حد، قلت لك أحسن حاجة في حلقة الليلة أن ما في حد بيتصل بي ويقول لي جايين لمصراتها وبنخشوا لمصراتها، والله جايين. أيوة أيوة، جيفهم ماتوا على سوار طرابلس وجايين بفضل الله في الرجمة، هم بدوا في الدم والحمد لله رب العالمين. ونقولوا معركتنا هذه معركة عسكرية، مش هي معركة وحيدة، بعدين بعد ما يفشلوا في العسكرية هيبدوا في السياسة الأزلام، ولازم إرجاع قانون عزل السياسي، يجب إرجاع قانون عزل السياسي، لأنهم فشلوا في دخول العاصمة بالقوة، هيبدوا توا بالحوار ومن الحوار وهذا كله لا، ولازم نحول مداخلة من هيئة الأوقاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك يا علي. شكرا يا علي من مصراتة. محمد من بنغازي، السلام عليكم. أيوة مرحبا يا محمد، السلام عليكم. جيبوا تراك، جيبوا سوريين، جيبوا نيت، والله خشينها تراك، والله خشينها هكذا. سبحان الله. تمام يا محمد، بالله يا محمد كانت تسمع فيا، علاش سكرت يا محمد؟ نبي نسألك كيف تبي تخش لطرابلس؟ كيف تبي تخش لطرابلس وانتم قائد ميليشياتكم البارح يقول نعلن الانسحاب وبداية الانسحاب ويا ريت تعطونا هدنة باش يوقف القتال باش هو يستجمع قواته؟ مستحيل. إبراهيم عبر الفايبر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا سيد إبراهيم. كيف الحال يا أخوي؟ لاباس الحمد لله. إبراهيم من الجزائر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك وبكل أخوتنا من الجزائر. الله يسلمك يا أخوي، نهنوكم بانتصار الثوار على الطاغي هذا، بارك الله فيك.
طيب سيد إبراهيم، يبدو أنك أنت متابع يعني الأوضاع في 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 ليبيا، فبنسألك يعني شو رأيك في اللي صار خاصة اليومين اللي فاتوا، يعني تحرير المدن والمناطق وقاعدة الوطية الاستراتيجية، كذلك يعني الأخبار اللي يعني يوميا تدمير منظومات دفاع جوي متطورة وعمليات واسعة جدا تقوم بها قوات الثوار. نعم إبراهيم. نعم نعم نسمع بك. قلت لك شو رأيك في اللي صار، خاصة أنت يعني من الجزائر الشقيق، كيف تابعت اللي صار في ليبيا؟ نعم والله ده أنا متابع يعني منذ الثورة من 2011، وعندي عندي أصدقائي الحقيقة معايا في ليبيا، وما نقدر يعني اسمعني من الهاتف يا إبراهيم، أنا نسمع فيك كويس. احنا رانا فرحانين ياسر ياسر مش شويه اخويا بالانتصار تاع الثوار، وبهذه المناسبه بالله نحب نقدم سلامي الحار الحار للحاج ضوي اذا كان راه يسمع فيا من طرابلس. بارك الله فيك. وكل الاخوه في طرابلس وكل الاصدقاء وفي كل مكان وفي البقاع المحرره. بارك الله فيك، ولك مني أنا وزملائي وكل الأحرار في ليبيا التحية، أخونا إبراهيم من الجزائر، وإحنا رانا خاوة زي ما يقولوا أخوتنا الجزائرية. شكرا لك. أم محمد من جدابيا، السلام عليكم. السلام عليكم يا سيد محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا أم محمد. نحييك يا سيد محمد ونحيي الشعب الليبي من الشرق والغرب والجنوب، والانتصارات الأبطال وليس غريب على أبطال قوات بركان الغضب للجيش الليبي، الجيش الوطني الليبي وجميع احرار المنطقه الشرقيه والغربيه والجنوبيه. وليس غريب عليهم، حاربوا الدواعش في سرت وحاربوا الطاغيه معمر، يعني مش غريب عليهم هؤلاء الابطال، ومعهم جميع ابطال المنطقه الشرقيه نحييهم. نعم صحيح. يوم القدر المبارك يعني بالنسبه التحرير الشخص يتكلم بدو قال لك خش طرابلس، يعني يقول لك ايش في طرابلس، يا رجال يقولوا خش طرابلس وفكوا منكم مغريين وفكوا منكم صبرا، انت تبي تردوا الجديد، انت لو بتحرروا طرابلس تبي تردوا، تبي تردوا للمرات تبي تردوا للمغريين وصبراته والسرمان، وشوف عندكم ذهب تقاوموا اخرى، هي مش علاج بس تعنت حرام عليك. لو تذكري الحلقة اللي فاتت يا أم محمد، قلنا لهم الحلم مش حرام وما يحاسبوش عليه، خليهم يحلموا، شو المشكلة؟ يعني معقولة في إنسان بعد اللي صار قاعد يقول بخش لطرابلس؟ وين بخش لها طرابلس؟ والله مستحيل، والله يا أستاذ محمد أنا قلت لهم في قنواتهم أكثر من مرة، قلت لهم قالوا لي داعشية الله غالب، معك تقدمي نفلس، قالوا لا خشينا الصابري، قلت لهم الصابري هم كانوا ب 1000 شخص، قالوا خشينا هلال النفطي، هلال النفطي حاط المشاكل النفطية ما تعديت 50 شخص، وهذا كله ما قدروش عليهم. الهيل النفطي خاص الجلوتينا ورفضوا في البريده وهم قاعدين بطياراتهم، دارنا يصارعوا هم يا سنتين جيران يا ناس طرابلس دوله، طرابلس فيها عندهم نختار فيهم العالم، قالوا لا 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 نحن يقارنوا في 1000 شخص في بنغازي بابطال اللي حاربوا الدواعش اللي صلبوا في سرت، وكانوا يعني نحن عارفين المعركه من سنه، لكن والله حرام اطفال زي الطفل اللي صحيح. صحيح للأسف للأسف والله يا أم محمد للأسف الشديد والله. بارك الله فيك أم محمد من جدابيا، وكل التحية لأحرارنا في المنطقة الشرقية. محمد من بنغازي، السلام عليكم. نعم يا محمد من بنغازي. محمد، طيب فقدنا اتصال بمحمد من بنغازي، ومعنا محمد من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم. الله مرحبا، مساء الخير يا اخوي. نهارك طيب يا اخوي محمد. بارك الله فيك، اهلا وسهلا. نحييك على النصر المؤثر هدايا. بارك الله فيك. نحيي قوات بركان الغضب اللي كسرت خشوم اديال الصهاينه. بن زايد الملعون ومعاه بن سلمان المسلم. تسعه دول في مواجهتها بركان الغضب. اي والله صدقت. نقدم تحيه لتريس مطراتها وتريس الزاويه وتريس المنطقه الغربيه، فرهنتوا للعالم، كسرتوا خشوم الاجيال الصهاينه، كسرتوا خشوم الموساد الاسرائيلي والاستخبارات المصريه المجرمه. نعم صحيح. اللي دهم ليبيا، لكن هناك رجال، هناك رجال، يس
محمد 9 دول، وهناك لا وهناك وهناك من لا نعلمهم يعلمهم الله غير الدول هذه. هذا من غير الدعم والأسلحة المتطورة اللي جوا عندهم الشباب واللي قاعدين يدمروا فيها اليوم. بس يعني 6 منظومات بانتر، تخيل يعني يقولوا إن ثمن الوحدة منهم تقريبا بين من 30 لـ50 مليون دولار. يعني اليوم بس 6 منظومات، أرقام خيالية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينصر ثوارنا الأبطال. بارك الله فيك يا محمد من طرابلس، شكرا لك. معنا أبو بكر عبر الفايبر، السلام عليكم. السلام عليكم، خير يا أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا أهلا. معك أبو بكر النسر من الزاوية. أهلا وسهلا بك سيد أبو بكر، تفضل. شنو أخبارك أنت، شنو أمورك؟ الحمد لله بخير والله، بارك الله فيك. الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر على النصر الكبير هذا. الله أكبر الله أكبر، بارك الله فيك. إن شاء الله يا رب العالمين ننتصروا قبل العيد بإذن الله، وبعد العيد إن شاء الله نمشي للرجمة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بارك الله فيك. يعني في رايك تو بعد التحرير هذا المفروض التوجه للمنطقه الشرقيه ايضا وتحريرها باذن الله عز وجل بتسخير رب العالمين ان شاء الله. الله اكبر، لان احنا نبوا خلاص مع كفانا حرب، كفانا دمار، يعني نبوا السلم ونبوا نبني الدوله المدنيه. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ابو بكر صديقنا. تحيه لاخوي عبد العزيز محمود عبد العزيز ولفضيله الشيخ الصادق الغرياني ودار الافتاء، حياكم الله، بارك الله فيك، تحياتنا لك ابو بكر، شكرا لك. السلام عليكم، كل سنه وانت طيب، كل وانت بخير ان شاء الله. صح، ودار الافتاء والليبيين كافه، بارك الله فيك وانت بالف خير ان شاء الله. بارك الله فيك يا ابو بكر. معنا ابو عمر من طرابلس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير، أهلا وسهلا، تفضل. نهارك سعيد ومبارك. أهلا وسهلا بك. تحية لثوار ليبيا الأحرار، نسأل الله أن يسدد رميهم ويثبت أقدامهم. والتحية موصولة إلى الرئاسة طيب رجب أردوغان والشعب التركي والحكومة التركية، بارك على مؤازرتهم للشعب الليبي. نعم. ونسأل الله أن يثبت أقدام الثوار سائرين إلى إنهاء هذا المشوار ان شاء الله يا رب في كل ربوع ليبيا. طيب في رايك شنو الخطوه الجايه يا سيد ابو عمر؟ الخطوه الجايه هي ان الثوار يشدوا ايدي بعض ويستمسكوا مع بعضهم، وان يكونوا على قلب رجل واحد ويد رجل واحد الى انهاء المشوار كامل لتحرير التراب الليبي من هذه الاوغاد. ان شاء الله يا رب، بارك الله فيك، مشكور جدا سيد ابو عمر من طرابلس، شكرا لك. محمد من مصراته، السلام عليكم. محمد من مصراته، نعم يا محمد. محمد من مصراته، يبدو مش معانا محمد. محمد أحمد عبر الفايبر، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير، أهلا وسهلا أخويا. أنا معك أحد ثوار مدينة درنا. أهلا وسهلا بك. مهاجر لمصراته. أهلا وسهلا بك. رسالتي لل قرامطة في المنطقة الشرقية، والله العلي العظيم جايينكم في عقر داركم، في عقر داركم، وحننتصروا عليكم. وبنحب نقول للناس المغرر بها القبليين اللي باعوا محمد المنصوري ديسكا العبيدي في درنا، بدلوه بجنود مصريين ما يسواش قرش، وبدلوا محمد بخفير الصعيدي من البيضة بجنود جنجويد تشاديين سوادين وجنود روس، وبعدين يقول لك انتو عملاء تركيا معهم جنجويد معهم للأسف. هذا تاريخ، هذا تاريخ يا محمد. معهم روس، معهم جنجويد، معهم مصريين إماراتيين، الإمارات تدفع في أموال، معهم السعودية فتاوى سعودية، معهم الأردن، ويقول لك أنتو عملاء تركيا. يعني سبحان الله، هذه حاولتك أني نركبها في رأسي ما عرفتش. واضح واضح كل شيء يا أخوي محمد، واضح كل شيء، هذا تاريخ وحيتسجل. هم حيعرفوا الشيء هذا لما قواتنا تدخل للبرقة بداية من نجدابية، حيحكوا روسهم ويقولوا آه والله كنا غلطين، معروفين كي قبليين معفنين، معروفين كي حاشا 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 الناس النظيفة
والأحرار المغلوب على أمرها. أنا رسالتي القوات حفتر، ميليشيات حفتر، هذه هي رسالتي لهم. لكن الناس الطيبة اللي من درنا والبيضة وبنغازي وجدابية والمرج، الناس النظيفة والمواطنين العاديين، هذوما ما نحكيش عليهم، هذوما هلنا وأحبابنا، ما عندناش ما نقولوا فيهم شيء. واضح واضح, واضح بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد أحمد من توار درنا. أم يوسف من بنغازي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير. مساء النور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الليل حد. والله نشكر توار، نشكر توار المنطقة الغربية ومنطقة الشرقية، توار بنغازي. نعم. ونشكر والله نحن في بنغازي اليوم في أنا في بنغازي نحس بالفرحة في وجوه الناس، بس الله غالب، مش قادرين كيف يدعوا، مش قادرين كيف يعبروا. والله المنطقة اللي قاعدة فيها الناس فرحانة اليوم، لكن نشوف عيني بعين جاري إن في حاجة، في أخبار ما شاء الله. والله الناس مستبشرين خير في بنغازي. والله يا ما توار بنغازي راجوا فيكم، في بنغازي راجوا ساعة السفر الحقيقية، ساعة اللي مبنية على الصح، مش ساعة اللي غرر بها المجرم حرب حبسه. والله راجوا فيكم، راجوا بثوار نيجونا، راجوا في ثورة 17 فبراير، تعاود من منشأها في بنغازي. بنغازي ما تقولوش المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية ما يبوش حسر، بس الله غالب عليهم. أنا نحكيك من قلب المنطقة الشرقية، والله ما يبوه، والله مش نصهم يجي كلهم إلا المشتركين معاه في الدماء، هم وهلهم أكيد بقى النجام ساحهم، يبتيح حسر يبتيح هم. لكن الناس الطيبة، الناس عرب البلاد اللي ما نصهم هجر، اللي ما نصها في بنغازي ما يبوش. اليوم الفرحة ريتها، شفت في عيون جيراني، شفت في عيون ناسي، كلهم فرحانين، بس سكتين الله غالب عليهم. وإن شاء الله ما تدومش السكتة هذه، قريب تدونا يا ثوار. معاكم ثوار المنطقة الشرقية، ومعاكم ثوار المنطقة الغربية، وأحرار وثوار مصراتها، ربي يكبر نشانها مصراتها، ما فيش فتنة، مصراتها تحبها بنغازي، بنغازي هي مصراتها. بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بصراحة يعني رسالة في محلها. وبارك الله فيك يا أم يوسف من بنغازي، وإن شاء الله يعني تكون ساعة الاستجابة إن شاء الله قريبة، وبإذن الله ربي يثبت الشباب لين يوصلوا إن شاء الله للرجمة ويطهروا المنطقة الشرقية أيضا. محمود، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا محمود. أهلا بك أخي محمود. تفضل سيد محمود. أخي كريم، أولا نقول السلام عليكم لكل أهل في ليبيا، مساء طيب إن شاء الله ونهارهم مبارك إن شاء الله. طبعا استثنى منهم القرمط البتيل، لا انتم ما نسوش عليكم، انتم الله لا تربحكم ان شاء الله ولا جيبكم خطوه قدام. اخي الكريم، ثوره اللي صاير الان هو تصحيح مسار ثوره 17 فبراير، الاطار هذا لن يتوقف حتى مساعد باذن الله سبحانه وتعالى. واللي يقول يخش لطرابلس خلاص فوتها انساها يا رجل، احنا ماشيين قدام تو بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا نثق بالله، والله أكبر. الله. أخي نسيت والله، أترحم على كل أبطالنا، كل شهداء بركان الغضب. أي والله. كل أبطالنا وربنا يشفي جرحانا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، بارك الله فيك. أخي خلطان تمنهم أن نقول لهم بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا مو شيركم بإذن الله، مصير بونتشي. يقول يا متخلف، كان تعرف بونتشي؟ بونتشي اللي هو رئيس السابق الدكتاتور اللي كان في تشيلي، هذاك مشي مصير القفص، وبإذن الله حنحطه لكم في القفص هذا، وتهنى ليبيا بإذن الله سبحانه وتعالى. المدة القادمة نطمن كل أهلي بإذن الله، الفترة الجاية الدقز إن شاء الله ندق لكم الجفرة ونحرر الحقول النفطية بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعد تالي حندقوه هو أصلا خلعة أو دقة في إن شاء الله في الرجمة، حتلقوه جلطة إن شاء الله جاياتها بإذن الله. ربي يحفظ ليبيا بإذن الله. بارك الله فيك أخوي محمود، وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد عبر الفايبر، السلام عليكم. نعم يا أحمد. أحمد معنا يا أحمد؟ طيب أحمد من مصراتة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، نهار طيب. أهلا وسهلا، مرحبا. الله يبارك فيك، رب يدوم الانتصارات. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين على هذه الانتصارات، اللهم لك الحمد والفضل في هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر في ليلة القدر. إن شاء الله رب يدوم علينا النصر ويكمل النصر علينا لآخر نقطة في آخر حدود ليبيا إن شاء الله مع مصر بإذن الله. إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا أخوي أحمد من مصراتة، شكرا لك.
أحمد عبر الفايبر رجع. أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا أحمد. أمك كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. صوت صوتي قطع شوية، نسمع فيك يا أحمد. النور على وجهك يا أستاذ محمد. بارك الله فيك. ما شاء الله. الله يبارك فيك، الله يعزك. الحمد لله على النصر. الله يبارك فيك، الله رب ينصر جيوبنا وطورنا. هذا كانت معنا أم يوسف من بنغازي يا أحمد، قالت الفرحة شفتها في الناس، في وجوه الناس، جيراني وأقاربي الأحرار اللي قاعدين في بنغازي ويستنوا في التحرير. فعلا والله عجوك المعروف. ما شاء الله تبارك، ان شاء الله رب ينصرنا ونكمل. بارك الله فيك يا احمد، الصوت يقطع. الصوت يقطع، الشباب قالوا لي لو تحاول يعني تتصل مره ثانيه بس. بارك الله فيك يا احمد، شكرا لك. من معانا يا شباب؟ في حد معانا؟ عز الدين. السلام عليكم عز الدين من جدابيا. عز الدين السلام عليكم. عز الدين من جدابيا. محمد من مصراتة السلام عليكم. ايوه السلام عليكم يا محمد. خير حمد، اهلا وسهلا بك اخوي محمد. لا من كلمك علي بك بالله توصلني رساله محمود عبد العزيز. تقول له ضروري ما اتكلم هون الحلقه الجايه علي العتقون عزل السياسي. ماشي، حاضر ان شاء الله توصل رسالتك هذه. ضروري ما تعاود قانون العدل السياسي. طيب حاضر يا محمد، عندك رساله ثانيه بخصوص الموضوع ولا لا؟ طيب بارك الله فيك محمد من صراتة. رجع معنا احمد عبر الفايبر. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد شن حالك؟ والله بخير الحمد لله، بارك الله فيك، اهلا وسهلا يا سيد احمد. ان شاء الله منصورين، ان شاء الله من نصر لنصر، ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله، بارك الله فيك. والله يا شو المطلوب الان بعد تحرير الوطية؟ شو المزال يا اخوي احمد في هاللحظات المباركه هذه؟ نعم شو المطلوب الان باش نكملوا الفرحه بعد تحرير الوطية والانهيار اللي صاير في ميليشيات حفتر؟ والله اول حاجه انا نبي نترحم على شهداء ليبيا كلهم، وفي هاللحظات المباركه هذه نبي الناس تستذكر شهداء الشرق، يعني سالم دربي، بوغفير الله يرحمهم، يعني وسام بن حميد، الناس هذونا ديما يعني الجهه الغربيه مش عاطينهم حقهم صراحه، يعني لان ينسوا فيهم، ديما يقولوا خير اهل الشرق ما ينتفضوش، خير مش عارفين، اهل الشرق انتفضوا. احنا يعني قوات الشروق لما وصلت لجدابيا في من الناس معانا في الغرب، احنا قالوا كيف ولا وهذا غلط وهذا توجوا لكلامنا، مفروض الناس هما يعني يقرعونا زي ما يقولوا بالليبي، يعني يقرعوا للناس اللي فاقت للمؤامره هذه من الاول. طيب وعندي نعم يا احمد. نعم احمد، عندي الوالد بيقدم تهنئه حتى هو بالله يا استاذ محمد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. استاذ محمد كيف حالك يا استاذ محمد؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. والله كيف اخبارك انت؟ ان شاء الله بخير. انا بخير الحمد لله، بعد الانتصار الكبير هذايا على المجد الحرب هذا، وان شاء الله يستمر ويمشي حتى ما شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله، بارك الله فيك، ان شاء الله، الله يعزك، بارك الله فيك. احمد من مصراته السلام عليكم. محمد هاك طيب. مرحبا، اهلا وسهلا. بكري خشيت مداخلة وقطعت علي، خشيت علي أحمد في تاع الفايبر. سامحني والله ما ركزتش، تفضل يا أحمد. لا قصيت علي. المهم الله يرحم الشهداء والله يشفي جرحانا، وتحية للأبطال المرابطين في جبهات كلهم، وتحية لثوار بنغازي ودرنا المرابطين في جبهات محاور طرابلس،
وربي يكمل عليهم ويرجعوا لمدنهم مرفوعين الراس وينشروا صور شهدائنا اللي تكلم عليهم اخونا احمد تو قبل شويه قدام ساحه المحكمه بوكا وحسام حميد وجلال وسام كل توار المنطقه الشرقيه ان شاء الله ربي ينصرهم وان شاء الله ربي يرفع من شانهم ويقويهم وينصرهم على حفتر وهلنا اللي في المنطقه الشرقيه حتى هم ينفضوا ايديهم من هالمجرم والله من بيت العنكبوت والله الليله بس يوم ساعات بس يتفضوا يتحركوا للرجمه والله ما يقعد والله ما يبدا الا هارب والله اجبن ما خلق ربي حفتر بس شويه يتحركوا بس يساعدونا يناصرونا من غادي والله ما يبدا الا هارب والله اجبن من قطوس زي ما يقولوا والله يرحم الشهداء وربي يكمل علينا بالنصر يا استاذ محمد بارك الله فيك وبنوع على نقطة على السريع بس يا استاذ نعم. محمد نعم. الجميع توا بعد الانتصارات المباركة بدوا يتكلموا على حلول سياسية وين كنتوا من عام كامل الناس تموت والناس اللي تهدم بيوتها توا تفكرتوا الحل السياسي ما فيش حل سياسي لين نقضوا على هالمجرم او والله يهرب يسيب ليبيا بارك الله فيك النقطة الوحيدة اللي بنوا عليها بارك الله فيك استاذ محمد الله يبارك فيك اخوي احمد من مصراته رياض عبر الفايبر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر بارك الله فيكم قصة التناصح اللي عاطين هالمساحة هذه للتعبير على فرحة الانتصارات في الايام الكريمة ان شاء الله يا رب يدوم علينا الانتصارات يارب. وانت تسأل في سؤال يا اخوي محمد تقول شن بعد الانتصار اللي في الوطية انا نقول الصراحة ما نتركوش اي ظهرنا مش محمي لازم نأمن ظهورنا وبعدين ننتقل للمرحلة الثانية اي جيوب مقاومة واي ناس هاربة ولا كارثة في اي مكان لازم تتعامل مع قوات ربك الغضب والله أكبر الله أكبر والله الحمد إن شاء الله الله أكبر بارك الله فيك بإذن الله بإذن الله بارك الله فيك يا أخوي رياض وعليكم السلام ورحمة الله محمد من مصراتة السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا أخوي محمد يا أخوي محمد محمد طيب في مشكلة يبدو في الاتصال مع أخونا محمد من مصراتة طيب معنا عبر الفايبر احد مهجري دابيا اهلا وسهلا اهلا وسهلا محمد اهلا وسهلا بك سيدي الكريم كل الطيب الله بارك الله فيك اهلا وسهلا والنور مبارك كبير تكون مبارك الانتصارات الله يبارك فيك يا رب وقول العرب الزاوية زي ما قال اسد طارق بن غربيه جايينكم واللي ما دار شيء ما يجي شيء واللي عليه إثباتات جرم شارك مع حفتر في جرائم قتل وجرائم خطف وجرائم اعتداءات ودخول حواشين وتهجير الناس الأبرياء اللي ما حتى سلاح ما رفعوا في فبراير ناس أبرياء فقط لأنهم مؤيدين فبراير لأنهم مؤيدين الحرية ومؤيدين العدل هضمت لهم راهم جاي كم السيل ونقول الثوار ونقول الثوار لازم تديروا كيف ما دار عمر اكيد تبدو كيف يا سيد محمد معمر ده الثورية حتى نحن فبراير يديروا لجان ثورية احنا مش زي معمر يا اخوي احنا مش زي معمر مش زي احنا نبو توارنا يديروا جهاز عسكري منظم وفي مشروع جاهز اللي هو مشروع الحرس الوطني يا اخوي والان اغلب الثوار متوافقين عليه وفعلا هذا مشروع قابل للتنفيذ فقط يقره المجلس الرئاسي الان ويعلن تفعيله وتو تشوف ان شاء الله قوات الثوار كلها انضوت في هالجسم هذا اللي من اول مهامه هو الحفاظ على مدنية الدولة وحماية الدستور وحماية هياكل مؤسسات الدولة بإذن الله عز وجل وكذلك لازم حماية فبراير وإلا فبراير حيدخلوها كيف ما حاربوها من قبل وأعداء كتبهم الله عز وجل العداوة بين الحق والباطل لقيام الساعة شكرا يا سيد محمد بارك الله فيك خوي بارك الله فيك أحد مهجري دابيا معنا عريبي من بنغازي تفضل يا سيد عريبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخوي محمد مساء الخير أهلا وسهلا بك خوي مرحبتين بيك تحية لك ولكل العاملين حياكم الله رائعة.
ومبارك للشعب الليبي ولكل الشعب الليبي ولثوار 17 فبراير هذه الانتصارات والحمد لله رب العالمين. إن دماء شهدائنا لم تذهب أبدا. وبإذن الله تعالى بالنسبة لسؤالك أخي محمد بالنسبة نسعى بكل قوتنا إن شاء الله لبناء الدولة المدنية لبناء الدولة التي طلبنا بها في 2011-17 فبراير. وما نرى إلا من عند الله والحمد لله رب العالمين. وأبشر أن ليبيا ستكون بخير بإذن الله إن شاء الله وبثوارها إن شاء الله إلى أقل واحد اللي هو أنا سبحانه. بارك الله فيك خونا العريبي من بنغازي حياكم الله شكرا لك على مشاركتك. أم الثوار من مصراتة السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. مساء الخير أهلا وسهلا. منك ما حبيتش ما كنت بحال صحة. الحمد لله بخير بارك الله فيك. نبي نتهنى على نهنيكم على الوطية حررناها ونبي نقول لك اللي سألك من بنغازي قال لك أنت محررتوها البقريات والله لا قول له برك الثوار مصراتة برقهم انصرهم الله ينصرهم وإن نصرهم إن شاء الله وإن شاء الله عيدنا بعيدين يا الله يا كريم إن شاء الله يا رب بارك الله فيك يا الله عيدنا بعيدين اللي يجوا مرة يعطوا في كلمة قولوا برقوا برقوا الضمير كانتم تحاربوا معاهم رقم منصورين خافوا من ربي برقوا اللي جاءت إن شاء الله رقم منصورين يا الله يا كريم يا رب يا الله إن شاء الله من منصورين يا الله يا الله إن شاء الله عيدنا بعيدين يا الله يا كريم يا رب اللي بهدلونا وبهدلوا في رمضان ويخافوا من ربي اللي بيحصلوا يحصلوا منها يا رب محر خذواي حصل يا ربي بارك الله فيك ربي ينصركم إن شاء الله بارك الله فيك يمي وما تنسيناش من دعواتك وما تنسيش الشباب اللي في الجبهات فعلا يعني دعاء الأمهات والأباء يعني ليه دور كبير وخاصة في هالأيام المباركة بارك الله فيك. أخونا إسلام عبر الفايبر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيد محمد شخبار. مساء الخير أهلا وسهلا أخوي إسلام. مرحبتين وأهنيك وأهني قناة التناصح والأخوة العاملين عليها بارك وأهني شريكنا البواسم والقوة المساندة لها من ثوار ليبيا. في الحقيقة ثوار ليبيا هم الدرع والحصن المنير لثورة 17 من فبراير. بالنسبة لانتصار الوطية كان أمرا مفرحا وخبرا سارا في كل أنحاء ليبيا. في الحقيقة قبل تحرير الوطية كان يروج في إعلانهم وفي إعلانهم مهزوم أن قاعدة الوطية لها أهمية كبيرة واستراتيجية واسعة وأنها كانوا هم يقارنوا فيها بالرجمة وأنهم من المستحيل أن يدخلوها. وبعد تحرير الوطية خرج إعلامهم المهزوم وقال أن تحرير أن الوطية ليس لها أهمية وأن هي ليس لها وأن ينتمون هزائمهم بالانسحابات التكتيكية والدروس العسكرية. سبحان الله في أمرهم ولكن ولكن بإذن الله ما نقول لهم أن بإذن الله مستمرين في هذه الحرب وأن هدفنا ليس المنطقة الغربية بل جميع ربوع ليبيا بإذن الله تعالى. الله فيك. بارك الله فيك أخوي إسلام مشكور أخوي إسلام عبر الفايبر شكرا لك. معنا حد يا شباب عبد الملك السلام عليكم يا عبد الملك. السلام ورحمة الله وبركاته والحاج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أخونا عبد الملك. يبارك فيك والحاج نترحم على الشهداء ثورة 17 فبراير ونبارك لهذا النصر نصر ده. يعني كبير الحمد لله بارك الله فيك بدأ في هذا الشهر شهر الانتصارات الحمد لله ونحييكم ونحيي كادر قناة تناصح بكاملة حياكم الله بارك الله فيك أيوة. طيب خوي عبد المالك شو المطلوب الآن بعد تحرير الوطية؟ والله نتمنى أن ترجع الأمور بخير وترجع النازحين الحمد لله يعني الأمور هادية الأول الأول والانتصارات ونبو للرجمة إن شاء الله يا رب تستريح البلاد كلها من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها والبلاد تستريح إن شاء الله بارك الله فيك أخوي عبد الملك وهذا إن شاء الله وهذا إن شاء الله إن شاء الله يا رب بارك الله فيك بارك الله فيك أخونا عبد الملك. صلاح الدين عبر الفايبر السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير أهلا وسهلا أخونا صلاح. مساء النور أستاذ محمد شنو أخبارك؟ الحمد لله بخير بارك الله فيك كيف أخبارك أنت؟ الحمد لله نحيي قناة التناصح حياكم الله ونحيي المفتي الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله بارك الله فيك ونبارك انتصارات
نعم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. شو المطلوب الآن يا أخونا صلاح؟ إن شاء الله وبإذن الله منتصرين، وإن شاء الله ستكون ليبيا واحدة ترفرف عليها راية العزة راية فبراير، وسينتهي الانقلاب يا رب. وكذلك أنا الحب من الإعلام يركز عليه ويوعي الناس أكثر مما هو عليه في 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 باعتبار أن الناس مغيبة، الإعلام المضاد مغيب بعض الناس، وإعلام الثورة قائم بجهد، لكن نتمنى أن يكون أكثر من الجهد اللي هو قائم عليه في الوقت الحالي. نعم إن شاء الله تكون رسالتك وصلت أخونا صلاح الدين، بارك الله فيك. كنت معنا عبر الفايبر. معنا فريال من بنغازي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك. معلش يعني أنتوا تقدموا في تهنئة على مناسبة شنو يعني؟ معلش على مناسبة تحرير إن شاء الله المنطقة الغربية بالكامل من ميليشيات حفتر. وين تحرير؟ هي قاعدة عسكرية طلع منها الجيش خلها فاضية، خشوا يضغل ترك بربوها لترك بالطيران، وخشوا السوريين فتشوها دوروا، بعدين خشوا وراهم الأشراط والكنترات وصوروا. العادة بتاعكم يعني يضربوا الأتراك يخشوا السوريين بعد يجوا الأخرين يصوروا، وهي أصلا قاعدة فاضية يعني. طيب فريال معلش معلش عندي سؤال. لا 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 عندي سؤال. كيف قاعدة بينسحب منها الجيش يجيب لها منظومات دفاع جوي بانتسر متطورة حقها 50 مليون دولار، يجيب هذا ناوي بينسحب، في واحد ناوي ينسحب، في واحد ناوي ينسحب يجيب منظومات دفاع جوي؟ ليش ما صورتون أمس ونفس المنظومات؟ لا هم منظومات دفاع جوي صوروهم من يوم الوطية يعني، مش اليوم بس، حتى في يوم الوطية في داخل الوطية. لا لا ما طلعونش. لا ما طلعونش. لا ما أنت ما تفرجيش إلا على قناة الحدث. من أيام عمر يا سيدي، يا سيدي من أيام عمر قعدت من زمان. أنا خليني بس في حاجة واحدة، أنا مبي احتفال حاجة صح على أرض الواقع تحتفلوا بها. ديما الأتراك يضربوا، يجوا السوريين يخشوا جوا راهم تصوروا، وتقولوا لي توني بشو المنطقة الشرقية؟ كيف هذا؟ ما مرات ما مرات يا فريال بالمنطق متاعك هذا، مرات يا فريال يصير بالمنطق متاعك نفس الشيء هذا يصير في المنطقة الشرقية، وبعدين يقولوا الجيش انسحب منها للأسف لأنه هو يبي ينسحب منها. قصدي الجيش بتاعكم راه انسحب حتى من محاور طرابلس، وخلوا ترهونة بروحها، باعوهم اللي وقفوا معاهم في ترهونة باعوهم وخلوهم لمصيرهم بروحهم. شكرا يا فريال. ما فهمتش انا كيف انسان بينسحب من قاعده جويه يجيب لها زوز منظومات حق الوحده فيهم اقل شيء 50 مليون دولار، يشفشفوهم الشباب بالطيران ويخشوا لهم ثاني يوم في الوطية، ويقول لك هم ناويين ينسحبوا من قبل. انا عبر الفايبر، السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ محمد، شنو اخبار؟ الحمد لله بخير بارك الله فيك. تحية طيبة ليك وتحية لكل عاملين في القناة هذه المباركة. حياكم الله. تحية إلى أستاذنا وشيخنا المبارك الشيخ صادق الغرياني، ونحب نوجه تحية كبيرة لكل أحرار ليبيا وكل الدوار في جميع الجبهات. نعم. إن شاء الله يا رب العالمين ربي يثبتهم ويسدد رميهم. إن شاء الله يا رب. ونهنيكم إن شاء الله بهذه الانتصارات يا رب العالمين. يا رب بارك الله فيك. وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك إن شاء الله. أنا عبر الفايبر، شكرا لك. عثمان من مصراتة، السلام عليكم. السلام يا سيد محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور، نستنطر شبيب الرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال. يا سيد محمد حفتر انتهى، كورونا حفتر هذه الجنالة علاج، الكورونا اللي أخرى هذه ما جنالهاش علاج، أما كورونا حفتر انتهي. احنا على الشباب الليبيين يجب أن يهتموا لبناء بلادهم، ويجب أن يهتموا لبناء وزارة الدفاع، لأن وزارة الدفاع هذه هي الوسادة التي تنام عليها كل القطاعات. يعني لا بمعنى لا تعليم بدون أمن، ولا صحة بدون أمن. فيجب وزارة الدفاع أن يستفيدوا ويشكلوها تشكيل صحيح بأركاناتها وبقياداتها، لأن وزارة الدفاع مهمة جدا. أما بالنسبة لمدينة ترهون يا سيد محمد، أغلقت مرتين في سنة 2011 وتوى في سنة 2011، يعني قامت عمل مخبور، وفي وتوى في سنة 2020 ارتكبت خطأ وخرجت عبينا متاحة. يعني شنو التكام متاحهم جماعة ترونة اللي كل المدن الغرب الليبي في صفة وهم في صفة واحد.
يعني حقيقة شيء يعني شيء ما نستطيعش نفهمه. كيف ترون تنفصل عليه وقحة الطرابلسي؟ يعني المفروض أبناء ترون ما ينجروش وراء الكاني والفاندي والناس. يا ريت والله يا ريت يرجعوا لأهلهم وأحبابهم وجيرانهم. هذا هو الصح. أنا لابد من سيد شادي يا أستاذ محمد، من سيد شادي خير ولا شر، لابد نكون مع نفس الطين اللي معايا. ترون ارتكبت خطأ جسيما سيكلف الشيء الفلاني. يعني توب بالله عليك شباب، ترون ينجروا جرة الفاندي هذا وجرة الكاني هذا، مجرمين صياع يجروا البلاد ويضيعوا المدينة بكاملها على سكانها 250 ألف من أجل شنو يعني؟ وكل دول الخليج أستاذ محمد ودولة الإمارات هذه متعين متخلفين، لا هدف لهم ولا استراتيجية لهم ولا سياسة لهم، دول متخلفة جدا. ودولة الإمارات نعم. تنظر للدول القزمية، يعني هي تبي كل دولة على 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 حجمها هي، ما تبيش دول يعني دول كبرى ودول متماسكة، ما تبيش، لأنهم هم يشعروا بأنفسهم لأنهم دول قزم أقزام، يعني يشعروا بأنهم هم خجلين حتى نعم. من أنفسهم للأسف يعني. وبارك فيك يا سيد محمد، بارك الله فيك وير. بارك الله فيك خونا عثمان من مصراتة، شكرا لك. في عندنا تغريدات الآن، ممكن نأخذ التغريدات جاهزة حول الموضوع هذا. نأخذ أول تغريدة اللي هي للأستاذ مروان الدرقاش، يقول تدمير البانسر أصبح أسهل من تلقيط البازوزي، الروس حيسكروا مصنعها بالتأكيد. طبعا يتهكم السيد مروان الدرقاش على يعني العدد الكبير لمنظومات البانسر اللي دمرتها قواتنا. السيد حمزة تيكين اللي هو صحفي تركي ورئيس تحرير وكالة تركيا للأنباء، يقول حفتر يستعد لانسحاب تكتيكي جديد قريبا جدا. يتحدث السيد حمزة تيكين عن انتصار آخر قريب يجبر خليفة حفتر على سحب ميليشياته من مكان آخر قريبا جدا. أعطونا التغريدة الثانية اللي هي للدكتور محمد فؤاد، يقول عكس التيار، الأزمة لن تنتهي إلا بمعاقبة كل من أيد العدوان. ما هو مصير منتسبي مباحث الغربية في صرمان وصبراتة؟ ما هو مصير القنوات التي أيدت الغزو مثل 218 وليبيا النايض؟ ما هو مصير أعضاء المجالس البلدية والقيادات الأمنية التي وقفت مع التمرد؟ غير هذا سنشاهد هؤلاء في المناصب، وسنشاهد من دافع عن طرابلس مهمشين ومبعدين. واضح جدا الدكتور محمد يطالب بمحاسبة كل من وقف مع هذا العدوان وكان سببا في أن تقصف العاصمة طرابلس وتقصف الأحياء السكنية وتدمر عديد من المؤسسات والمقرات التابعة للدولة. الدكتور إسماعيل حفيظة يقول أي مدينة ساهمت في العدوان على طرابلس فإنها أعلنت الحرب على نفسها، ويجب تمشيطها ونزع سلاحها لأنها لن تكون على الحياد مستقبلا، وستكون مصدرا للقلق والحروب وإيواء المجرمين. الأصابع مثال، يجب نزع سلاحها بالقوة. من عنده كلام عاطفي يتفضل يعطي حوشة لمن تم تدمير حوشة ويقول شن يبي. واضح جدا اللي يبي يوقف مع هؤلاء اللي دمروا العاصمة طرابلس وشاركوا في تدميرها يتفضل يتنازل على حوشة لإنسان نازح مهجر، للأسف حيرجع بعد يومين لحوشة يلقاه مدمر وخربات الميليشيات هذه. هيك يعني تمت التغريدات، وتقريبا وصلنا لختام هذه الحلقة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. أشكركم وأشكر كل من تواصل معنا أو حاول أن هو يشارك معنا في الحلقة، كما أشكر فريق العمل المصاحب، وإن شاء الله ننتظر في الأيام القادمة الفرحة الأكبر إن شاء الله، وربي يتمم على قواتنا بخير يا رب. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.